تذكروا احنا لما اخذنا الدايود متذكرين حطينا للدايود علاقه ما بين الفولتج تبع الدايود والماي تبع الدايود، وكانت العلاقه بشكل عام تشبه تقريبا هاي مزبوط، كان لما نحط هون فولتج كان يعمل سويتشينج اون، لانه الفولتج كفايه حتى اعمل له سويتشينج اون، ايش اعمل؟ احط عليه فورورد فولتج، ولما الفورورد فولتج يزيد عن قيمه معينه اللي هي الثريشولد او الفورورد كوندكتنج فولتج بيبدا يزيد الكرنت بشكل كبير، وبالريفرس كان يعمل بلوكينج، كان يمر عندي هون ليكج كرنت وعند لحظه معينه ممكن يصير في بريك داون هذا الفولتج. تقريبا هاي العلاقه الى حد ما موجوده نفسها هون، لكن الاختلاف انه انا لو ما مررتش جيت كرنت راح يكون في عندي هون فورورد ليكج كرنت، هذه المرحله هاي بنسميها فورورد بلوكينج لحد في بي او اللي بصير في بريك داون للفولتج. شو يعني بريك داون؟ يعني بضل ازيد ازيد ازيد، عند نقطه معينه راح يصير في عندي بريك داون راح يعمل كوندكشن بدون جيت كرنت. تعطي فولتج اعلى. نعم. تعطي فولتج اعلى بشتغل بدون جيت. بضل حاطط فولتج فولتج فولتج، شوف شو بصير. بيرجع وبرجع بسرعه على الخط المقطع من هون وبكمل من هون، فهو صار سويتشت اوف وضل بحاله الاوف، بس بسبب ايش؟ الفولتج. هاي طبعا غير محببه، مش طريقه صحيحه للسويتشنج اون. ممكن انها تعمل دامج فيه بس مش الطريقه الصحيحه للسويتشنج اون. يعني لكن لو صارت انه ضليت ازيد الفولتج عليه ازيد الفولتج عليه عند لحظه معينه راح يصير في عندي بريك داون، البريك داون ما راح يخرب في حاله الدايود راح يخرب الدايود. الحاله هاي راح يعمل هو كوندكشن يبدا سويتشنج اوف يشتغل ومباشره راح يرجع يشتغل على هذه بنسميها فورورد كوندكشن. ليش سميناها فورورد؟ لان في هذا الربع الفولتج بوزيتيف والكرنت بوزيتيف. هذا اسمه فورورد. ايش يعني كوندكشن؟ توصيل. وهذا عندي هون فورورد بلوكينج. اذا هون عندي فورورد بلوكينج وهون عندي فورورد كوندكشن. لكن لو انا جيت حطيت عليه جيت كرنت بالقيم اللي راح نحكي عنها ونشوفها بالديتا شيت، وين راح يمشي؟ راح يمشي على المنطقه هاي اللي موجوده هون وراح يعمل كوندكشن. اذا بوجود جيت كرنت لما يوصل الانود اكثر من الثريشولد، وصلنا هذا هون عندي الثريشولد اللي هو اللاتشنج، عفوا اللاتشنج كرنت، هاي راح اسميها اي لاتشنج. اذا وصل الاي لاتشنج من هون بعدين بعديها بدون جيت كرنت راح يضل مكمل ويعمل كوندكشن لحد ما انزل هذا الكرنت ارد انزله لزيرو مره ثانيه. اذا هذه عندي هون فورورد بلوكينج، احد طرق السويتشنج اون لكنها غير مستحبه، مش الطريقه اللي بنعمل له سويتشنج اون فيها. يعني ما بصير ثيرستر حتى اشغله اضل ازيد عليه الفورورد فولتج وبعدين اخليه يعمل، لازم اني ايش اعمل له؟ اعطيه جيت كرنت واعطيها بزمن معين بفتره معينه بحيث اني اضمن انه الكرنت صار اعلى من اللاتشنج كرنت، اذا صار اعلى من اللاتشنج كرنت راح اكمل بالفورورد كوندكشن. بالريفرس ايش عم بصير عندي؟ بصير عندي نفس الشيء هون وعند النقطه هاي كمان بصير عندي بلوكينج في بي او هذه، وهي هون اسمها ريفرس بلوكينج. فيش ريفرس كوندكشن، ما بيقدر يعمل كوندكشن بالريفرس، ما بيقدر يمشي الكرنت بالعكس. وهون ممكن يصير له دامج اخره. لكن هون الاحتمال اللي يصير انه يعمل كوندكشن. هلا في اختلاف عليها، في ناس بيقولوا راح يصير له دامج اذا عملت له فور كوندكشن، وفي ناس بيقولوا ما هو اصلا بطبيعته ما راح، لانه هو راح يوصل. لكن هون احتمال كبير انه يصير عليه دامج يخرب. ماشي واضحه هاي؟ اذا هون في عندي ليكج كرنت، لاحظوا انه في ليكج كرنت، وين بلاقي قيمه الليكج كرنت هاي؟ بديت اشيل زي ما راح نشوف. اذا هاي هي الكوندكشن الكاركترستكس تبعت الثايرستر او الاس سي ار. اطفي بالله يا جماعه هاي. ايوه في اسئله؟ تفضل.